لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة، نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مسألة من المسائل المتعلقة بذلك، وهي مسألة تخطي الإمام رقاب المصلين يوم الجمعة. تخطي الإمام رقاب المصلين يوم الجمعة، يعني هل يجوز لهم أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة؟ وقد يعني جاءت الأدلة بالنهي عن تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة، وهل يعني هذا يشمل الخطيب أم أن الخطيب يستثنى من ذلك؟ نعم. قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، هي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصححه. الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا. فالحديث يدل على النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، لأن هذا يؤذيهم. والمقصود بتخطي الرقاب يعني أن يرفع رجله وهو يتجاوز المشي بين رقاب الناس، لأنه عندما يرفع رجله تكون قريبة من رقاب الناس، فهذا فيه أذى، هذا فيه أذى. ولو قال قائل: طب ماذا لو أنه لم يرفع رجله وحاول أن يمشي يعني على الأقرب إلى الأرض ونحو ذلك؟ هذا أيضا يؤذي الناس ويدخل أيضا في تخطي الرقاب. وعند ابن ماجه أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويقول للرجل: اجلس، فقد آذيت، آذيت الناس وآنيت، يعني تأخرت، أنت تتأخر في الحضور ثم تأتي فتؤذي الناس، يعني ترتكب يعني أمرين يعني فاتك بهما فضل، وربما ارتكبت بأحدهما كذلك محظور. فاتك فضل بأنك أتيت متأخر، وارتكبت محظور وهو يعني تخطي رقاب الناس. وعند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. نسأل الله العفو والعافية. من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، يعني والعياذ بالله هو اللي ماشي ده ماشي إلى جهنم، يعني تنفير وترهيب شديد جدا من أن هذا حرام. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. يقول الشيخ: قلت: هذه الأحاديث السابقة تدل على المنع من تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة، غير أن جمهور أهل العلم استثنوا من ذلك الإمام، استثنوا من ذلك الإمام إذا لم يجد طريقا للمنبر إلا بتخطي الرقاب، إذا لم يجد طريقا إلى المنبر إلا بتخطي الرقاب. إذن لو الإمام له سبيل إلى المنبر دون أن يتخطى رقاب الناس، فإنه إذا تخطى رقابهم يكون قد دخل في النهي هو كذلك. ولذلك لو مثلا الباب له، المسجد له باب قريب من المنبر، يدخل من الباب القريب من المنبر ولا يتخطى رقاب الناس من جهة الباب الآخر أو نحو ذلك. قال: وإليك أقوالهم في هذه المسألة. قال الشافعي:
وإن كان الزحام دون الإمام الذي يصلي الجمعة لم أكره له من التخطي. إن الإمام ما فيش مانع من يتخطى طالما إن هو مش هيصل للمنبر إلا بهذه الطريقة، ولا أن يفرج له الناس ما أكره للمأموم. إنه ده المأموم في حق المأموم لا يجوز، لأنه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة والصلاة لهم. وقال ابن قدامة: فأما الإمام إذا لم يجد طريقا فلا يكره له التخطي لأنه موضع حاجة. وقال المرداوي: وقيل يتخطى الإمام مطلقا، يتخطى الإمام مطلقا، ويعني فيها نظر شوية، لكن في الحقيقة الأصح أنه يتخطى إذا لم يكن له طريق إلى المنبر إلا أن يتخطى. وقال النووي: فإن كان إماما ولم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره، لأنه ضرورة نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وقال العراقي: وقد استثنى من التحريم أو الكراهة، وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. الإمام مستثنى من ذلك. وفإذا ذكرها هنا في كلام العراقي أن المأموم متى يجوز له التخطي؟ المأموم لو أن الناس تركوا الصفوف المقدمة ولم يجلسوا فيها مثلا، جاز لمن يأتي من بعدهم أن يتخطاهم، لأنهم في ذلك قد قصروا بترك الصفوف المقدمة، فيجوز له أن يتخطاهم لأجل أن يجلس في هذه الصفوف لا أن يزاحم. البعض ممكن يقول: آه خلاص، يبقى أنا هروح أتقدم للصف الأول، هم سايبين في مكان. نعم، إن كانوا تاركين فعلا في مكان والأماكن تسع لذلك. أما أن يزاحم ويقول ما هم سايبين مكان وهو عبارة عن يعني شبر أو نحو ذلك ويزاحم الناس، فهذا لا يجوز، يكون بذلك قد ارتكب محظورين: التخطي والإيذاء للناس. وقال الحافظ ابن حجر عن حديث التخطي: قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع. قلت، يعني الشيخ يقول: واستدل بعض أهل العلم على جواز التخطي للإمام بما رواه عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. بقى يعني يمر على الناس كده من بينهم يتخطى رقابهم. ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت شيئا من تبر، التبر يعني يقال للذهب ويقال للفضة ويقال للمعادن عموما، لكن الغالب إطلاقه على الذهب. نعم، ولما يكون خام، يكون خام غير مصوغ. نعم، ذكرت شيئا من تبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تذكرت أن في البيت عندي شيء من تبر، أنا يعني لازم أوزعه على المسلمين. سبحان الله العظيم. الشاهد يعني من الحديث: فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن التخطي للحاجة مباح. وعليه مثلا لو حد من المأمومين يوم الجمعة احتاج مثلا أن يدخل الحمام نحو ذلك، هيتخطى رقاب ربما بعض الناس أثناء الذهاب، هذا لضرورة. نعم. قال الشيخ: قلت: فهذا الحديث يدل على التخطي حال خروجه صلى الله عليه وسلم من بينهم ذاهبا إلى بيته، وحال عودته من بيته ليقف موقفه في الصلاة، فحصل تخطيه صلى الله عليه وسلم هنا على حالين، والعلم عند الله تعالى. خلاصة يعني المسألة أن التخطي لرقاب الناس يوم الجمعة ممنوع في حق عموم الناس، ويستثنى منه الخطيب، فيجوز للخطيب أن يتخطى رقاب الناس إذا لم يكن له سبيل وطريق إلى المنبر إلا ذلك. أما لو كان له سبيل إلى المنبر دون أن يتخطى رقاب الناس فإنه لا يجوز له ذلك. والله أعلم،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.